وأنت تقرأ القرآن تصور أن هذه الآيات ستحاج لك عند الله. إذا عرق الناس وذهل الناس وخاف الناس، تأتي تلك الآية لتقف أمام الرحمن تحاج لك، تشفع لك. تصور إذا اجتمع الصيام مع القرآن، القرآن يقول: تركته في الليل لا ينام، سهر بي يرتله، يا رب شفعني فيه. والصيام يذكر أنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلك يا ربي، فشفعني فيه. تصور يا شيخ موكب تقدمك البقرة وآل عمران، تحاج لك عند الرحمن فتظلك كالغمامة، ثم إذا شفع لك شفع فيك.